عزيزي المشاهد، تعمل ايه لو كنت عريس واكتشفت يوم فرحك ان العروسة شبهك ومواصفاتها كلها زي مواصفاتك بعد ما قعدت خطبها سنتين ومستني لحظة زفافكم بفارغ الصبر؟ استنى، دي مش قصة خيالية، دي واقعة حصلت لشاب عايش في قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة، واللي اكتشف في ليلة الفرح ان زوجته اللي كان بيحلم بانه ينجب منها اطفال هي في الواقع راجل بكامل مواصفاته. فيا ترى العريس عمل ايه بعد ما انصدم الصدمة دي؟ وكان ايه رد فعل اهله واهل العروسة اللي اتجوزها؟ تابع الفيديو ده وهتعرف الاجابة. شيء صادم جدا اكتشفه العريس يسري محمد شوقي مصطفى بعد ما انهى مراسم حفلة الزواج وخلص الرقص مع عروسته وساب الكوشة وراح على عش الزوجية علشان يكتشف الحقيقة الصدمة، ان عروسته مش ست وكمان بتجمع بين صفتين الذكر والانثى في نفس الوقت. الواقعه بيحكيها العريس بنفسه اللي قال انه تقدم لخطبه فتاه كان معجب بيها وكانت عايشه في قريه من القرى المجاوره لقريته، وبالفعل وافق اهلها على الجواز وفضل خاطبها لمده عامين وقعد يجهز في عش الزوجيه وهو فرحان وسعيد ومش دريان بالمفاجاه اللي شايلها له القدر. العريس قال انه تم تحديد موعد الزواج في شهر اغسطس 2020، وبعد انتهاء مراسم حفل الزفاف وراح مع عروسته المنزل الزوجية اكتشف في ليلتهم الاولى ان زوجته في الاصل رجل وبتحمل صفات الذكر والانثى في نفس الوقت، وانها عملت عملية تحويل لانثى وكان اساسا اسمها محمد. صدمة الشاب خلته يفقد الاتزان العقلي وسيطرته على نفسه، وبعدها طلب اسرة زوجته وكشف لهم حقيقتها واكد ان زفافه تم على رجل وان المأذون اللي حرر عقد القران عقده على رجل ومش واحدة ست زي ما كان متخيل. الزوج كمل كلامه وقال كمان ان اسرة زوجته قالت له انه امر طبيعي وان ممكن تستمر الحياة بينهم اذا قامت الزوجة المتحولة باجراء عملية جراحية وبعدها هيكون كل شيء تمام. ما كانش قدام الشاب اللي كان عاوز الاستقرار وانه يكمل حياته الزوجية غير انه يعرض زوجته على مجموعة من الاطباء، لكن طبيب منهم اكد له بعد ما قام بعمل الفحوصات الطبيه والتحاليل اللازمه ان الزوجه في الاصل راجل ومش انثى، وان اسرتها عملوا لها عمليه جراحيه علشان يتم تغيير النوع من ذكر لانثى، وده كان وهي عندها 9 سنوات، وتم اجراء عمليه في الاحبال الصوتيه علشان تغير طبقه الصوت وتكون اكتر انوثه. كلام ولا في الخيال طبعا. بعد ما عرف الزوج بحقيقه الراجل الانثى اللي مرتبط بيها راح على اهلها وطلب منهم الجلوس في جلسه حكم شرعي، والجلسة حكمت لصالحه، وعلشان هو شهم وأصيل رفض ياخد أي شيء من متعلقات عش الزوجية وطلب الطلاق مش أكتر. لكنه اتفاجئ بعد فترة قصيرة إن أسرة زوجته رفعت عليه دعوى قضائية في محكمة الأسرة بالبحيرة وبتطالب فيها بالنفقة وقائمة المنقولات الزوجية، وأكد إن القضية لسه مرفوعة في المحكمة ولسه التحقيقات شغالة. الزوج قال إن اللي حصل له يعتبر نصب وغش واحتيال، وأكد إنه حرر محضر بالكلام ده في اسم الشرطة التابع ليه، ويطالب جهات التحقيق بعرضها على الطبيب الشرعي للكشف عليها واظهار الحقيقه، وقال ان علامات الذكوره ظاهره عليها وانها بتحمل صفتين الذكر والانثى مع بعض. لكن خلال الساعات الاخيره خرجت العروسه منى شعبان واكدت كذب كل كلامه وقالت انها اتجوزته جواز صالونات، وليله الزفاف راحت شقتها ودخلت الاوضه واول حاجه قالها انتي كنتي ولد وتحولتي بنت، وادعى انه ما يعرفش اي حاجه وهو كان عارف كل شيء قبلها وعمل نفسه ما يعرفش. الزوجة اكدت انها عملت عملية وهي في عمر 9 شهور بسبب ان والدها ووالدتها قرايب، وانها اتولدت عندها عيب خلقي خارجي في الاعضاء التناسليه لكن من الداخل اعضائها انثويه. ومش بس كده، دي قالت كمان ان معاها التقرير الطبي الخاص بالمستشفى واللي بيثبت انها عملت العمليه وانها انثى كامله، وقالت كمان انها اتصدمت صدمه عمره من كلامه لانها ما كانتش تعرف كل التفاصيل دي واهلها كانوا مخبيين عليها. منى قالت ان جوزها هددها هي واهلها انه هيبهدلهم وهيلففها على دكاتره مصر كلهم وهيتجوز عليها، وانه عرضها على طبيب وقال له انها ست وما فيهاش حاجه، وكل القصه انها محتاجه عمليه توسيع للاعضاء التناسليه وانه عمل لها العمليه في ربع ساعه، وكانت المفاجاه الكبيره انها حملت منه بعد شهر من الزواج بس الجنين تم اجهاضه بسبب انه ضربها، وانه بعد كده راح اتجوز عليها على عفشها فرفعت عليه قضية في محكمة الأسرة وحكمت لصالحها، وطلبت الزوجة بعرضها على الطب الشرعي علشان يفصل في كل كذب الزوج ويثبت صحة كلامها، وقالت بالحرف الواحد هو اللي هيرد لي كرامتي ويرد على ادعاءاته. وفي النهاية تفتكروا مين على حق ومين على باطل في القصة دي؟ اكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات.